أعود إليك دكتور محمد، ريثما يجهز الاتصال من جديد مع السيد وسام حافظ. يعني نفس السؤال أتوجه به إليك، إذا كان فعلا العطل التقني هو السبب، هل بهذه الحال يعني لا تتحمل قناة السويس أي مسؤولية وبالتالي لا يترتب عليها أي تعويضات؟ يعني في جميع الأحوال ما كانتش هتتعرض لها قناة السويس، لأن السفينة بتبقى مسؤولية ربان السفينة اللي هو القبطان، حتى لو في عليها مرشد فالمرشد دوره إرشادي فقط، أما المسؤولية القانونية دايما تقع على ربان السفينة أو طاقم السفينة. وبالنسبة للتعويضات، ما التعويضات دي بقى هيبقى هتخش فيها شركات التأمين. الشركات التأمين عندنا شركات تأمين اللي هي بتبقى السفينة متأمن عليها، وفي نوادي الحماية والضمان، وبتخش بقى طبعا يعني كل المطالبات بقى، المراكب اللي هي اتعطلت هتطلب مطالبات، هيئة قناة السويس نفسها هتطلب مطالبات لأنها أثرت على الدخل بتاع قناة السويس. دي بقى هتاخد وقت الحقيقة، بيبقى فيها شركات التأمين مع بعض، وبيبقى فيها كلهم هيحضروا أكيد طبعا الجهاز الفي دي ار للتفريغ بتاعه، وبيتعمل تحقيق بقى مع الأبطال السفينة، ويشوفوا كمان هل المركب لها كانت في مشاكل قبل ما تخش القناة، ولا المشاكل دي حصلت بعد ما دخلت. كل الحاجات دي بقى بيحصل فيها تحقيقات، وشركات التأمين طبعا بتحاول كل شركة انها تقدر تاخد يعني حقوقها في برأيك تحقيقات مماثلة كم تستغرق من الوقت ولو يعني تقريبيا؟ لا بتاخد وقت الحقيقة، يعني دي حضرتك بتتكلمي في ملايين، تعويضات ملايين، فيعني مش هتبقى سهلة قوي كده، لكن هتاخد وقت.